سادتي سادتي طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الممطر كما تشاهدون هنا في هذه الاجواء. المباراه ستلعب على الرغم من استمرار تساقط الامطار في المدينه وعلى ارضيه الملعب. اكيد لا نتمنى ان تؤثر هذه الامطار على الاداء في الملعب بشكل عام، على مردود الفريقين، كما تابعنا لم يكن لها تاثيرها على الحضور الجماهيري. يا الهي على الاجواء الممطره. ملعب الإمارات في شمال لندن، واحد من أبرز وأجمل الملاعب في كرة القدم الإنجليزية. بداية أحداث اللقاء، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح يلعبها عرضية. ساديو ماني، إمكانية تسديد، يسددها فيرمينو. محمد صلاح يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. كرة إلى الأمام، يلعبها طويلة.